السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله، هذا آخر إبداع للعادي الإبداعي. إيش بغيت نقول فيه؟ بغيت نقول فيه أنني من بعد الفيديو الآخر اللي انتقدت فيه المالك وحملت المسؤولية الكاملة في كل ما يقع لي وفي كل ما يقع للشعب المغربي، الآن كندير واحد الفيديو باش نقول فيه أنني كنحمل المسؤولية المحمد السادس في حالة ما أي حاجة طرت لي، لأنني قررت نرجع لمزاولة العمل ديالي من أجل إعالة الأطفال ديالي. أش بغيت نقول من هذا الفيديو؟ بغيت نقول من هذا الفيديو لا تعتقلت لأنني ما درتش محمد السادس بحالك، ما سجدتش ليه. السجود لله محمد السادس، الركوع لله محمد السادس. حنا آمنا في عمقك وغتحاسب علينا، وغتحاسب على كل كبيرة وصغيرة، وغتحاسب على كل بكم في هذه البلاد. إذا السجود والركوع لله، لن أسجد لك ولن أركع لك، وأحملك كامل في المسؤولية في كل ما سيقع لي. هذا الفيديو غنخزنه، درته قبل ما نخرج للعمل ديالي. هذه البلاد مبقيناش كنحسو فيها بالأمن وبالأمان، مبقيناش كنحسو بها يعني أننا مرتاحين، مبقيناش كنحسو فيها بأنها بلادنا، بلادنا مبقيناش كنحسو بها. إذا كنعاود نذكر، كنزع البيعة ديالي كنعطيها لمحمد السادس، كنزع الجنسية ديالي كنعطيها لمحمد السادس. انايا ما كاينش اللي يقدر يعتقلني في هذه البلاد. علاش ما كندير لكم والو وما درت لكم والو وما غنركع حتى شي واحد، غنركع لله المغاربه. درت هذا الفيديو باش نقول لكم هاد الناس بغاونا نركعوا لهم بحالك، نقولوا الله اكبر ونركعوا للملك، الملك هو الله، واستغفر الله وحاشا لله. واش تقول؟ كنحمل المسؤوليه محمد السادس، كنحمل المسؤوليه محمد السادس، كنحمل المسؤوليه محمد السادس.